السلام عليكم يا اختي. الله سالينا، دوشت الريان وريتاج. يلا سالينا دابا، عييت يا اختي. جففت الدار وجمعت وجففت جففت هذا وخملت، لقيت لاكور وكل شيء عامر بالغبره، وصبنت الماكينه راها كتصب لي في الحوايج، درت حوايجي تصبنوا وجففت الدار كامله. كنت جايه في الطريق وانا نتقد الخضره، تقدي طماطيشه وشويه الكرعه وشويه الفكوز واحد الخياره هنايا واحد النجاله، المهم خلطت. تقديت العنب، ها هو درته في الماء بارد، ها هو تقديت العنب درته في الماء بارد يا اختي. تقديت الخضره، نطيب لكم البلبوله غادي نطيب لكم البلبوله بكسكسو، كسكسو بالبلبوله. انا وجدت الطنجره وجدت كل شيء، عاد نبدا الخضره. بقاو معايا نوجد لكم الخضره ونهضروا. اخوتي انا اليوم غندير كسكسو، عندي هنايا القرعه الحمراء وقرعه خضراء، وهذا شنو تيقولوا ليه شي، كل شيء كاين تيقول ليه مكور، كاين تيقول له شيو، ما بقاش عاقله اختي. عندي قرعه خضراء هنايا وقرعه اخرى، وعندي القرعه الحمراء، وعندي هذه، عندي الطنجره، دا كسكاس. دابا غادي نصايب لكم. كما كتشوفوا انا عندي، نوريكم الطريقه. انا هنايا درت واحد البلبوله، درتها تفزق، كديريها تفزق في المطايب وكتخليها تفزق في المطايب حتى كتبان لك نشفات، كتبان لك بحال هكا كتنشف، ما دابا راه فيها الماء هي تتبان لك نشفات. عاد كتديريها في شبكه وتديري لها الماء وهادي، وديريها طيب في الكسكاس. بقاو معايا حتى تشوفوا الطريقه. تو على داكشي اللي وعدتكم به، غنطيب العشاب وليداتي. انا جففت الدار، صبنت، جففت، خملت، درت كل شيء، ضربت يدي بموس. ملي جيت حيدت ضفاري بديت كنشقى. دابا غنصايب الكسكسو، غنصايبو لولادي بالبلبوله، وغادي نعشيهم ونعسهم، ونصايب اختي ضفاري نقدحاتي، عاد نجي اختي نوريهم لاطاي. اللي قالت انتي حضروني تنوكل ولادي اختي. بقاو معايا شوفوا انا كي دايره. حيت دوشت اختي، جيت غسلت ودوشت وكلشي ودرت الزيف. بقاو معايا نصايب لولادي العشاء وعاد نهضروا. ها نتوما بقاو معايا، هادي غنمشي نحطها لهيه باش نوريكم الطريقه. شوفوا عندي هنايا، كسكاس وعندي بورما، احنا نسموها كذا. كاين الناس اللي يقولوا بورما، كاين اللي يقولوا الطنجره، يعني احنا في المغرب كاين اللي يقول بورما، كاين اللي يقول الطنجره. عندنا هذه الطنجره والكسكاس ديالها، يعني نسموه الكسكاس. باش كنصايبو الكسكس، انا ولعت النار على شعلت البوطه، فين هو داك الموس؟ انا اختي شعلت البوطه، غندير شويه الزيت في هذه. بقاو معايا، معايا اختي سخين. ضربت التماره اليوم، جايه من كازا، جيت اختي من كازا وبغيت نطيب لوليداتي. مالها تقادي خويتي، ها عندي هنا شويه الزيت، بعدا نحطو الطنجره على النار بحال هكا، ندير شويه الزيت بحال هكا. اوكي عندي هنا البصل والبصل، عندي البصله حمراء غنقلبها بحال هكا على شكل تكون حدايا. اختي نخاف الرينغلايت تخسرت لي ودرت رينغلايت وحده اخرى. شوفوا البصله بحال هكا، صافي. باش نتقلى البصله
عندي هنا واحد نديرو، حيت انا غنطيب كسكسو بلا لحم. عمركم شفتوا البلبوله؟ كسكسو بالبلبوله وبلا لحم راه كيجي لذيذ وزوين. كسكسو بالبلبوله وما غنديرش فيها اختي اللحم. عندي هنايا واحد شويه السمن غادي نديرو هنايا، هذه السمن الحارة، السمن الحارة صافي. غادي نبدا ندير في العطرية، غادي ندير شوية سكينجبير، شوية الإبزار، شوية ملح صافي. غادي ندير عندي هنايا ثلاثة د المطيشات، هاهما غادي نقربهم بحال هكا. عندي ثلاثة د المطيشات، أربعة هنايا. نجي لهنايا نقلب معاكم. انا ما خليتش داكشي يتقلى باش ما تحرقش ليا العطريه صافي. واجيو معايا باش نقلب معاكم الخضار. ها هي كما كتشوفوا البلبوله ها هي في الماء، تتبقى دير لها بحال كتقلب بها باش تشرب الماء مزيان وتخليها على جنب. واجيو معايا نقلبوا الخضار. اوكي غادي هنا الخيزة غادي نقلبو بحال هكا على شكل بحال هكا. يعني الطريقة اللي كديري بها الطريقة ديال الكسكس اللي كيديرو الناس جميعا معروفة. ريان عندك تنعس، بقى فايقة ولدي تتعشى. ولادي كيتفرجو، جبت فرفتي اختي وصبت ودوشت ليهم. الفو دخلنا من السفر دوشنا وصبنت الحوايج وفرشت الصالون حيت كان عندي مجموع. ايوا يا اختي صافي. دابا غادي نبدا نصايب معاكم. انا ما درتش مع هذا كركم ما حيت ما عنديش، ما درتوش واصلا ما كيهمنيش اللون. بلاصه الكركم عندي شي شويه ديال الفلفل احمر، ما عنديش كركم يعني الزعفران ما عنديش اختي، ندير بلاصتو حيت انا ما تنساوش انني كنت مسافره صافي. هادشي نقرض هو هذاك، داكشي هو هذاك صافي. عندي هنايا القرعه هذه خضراء صافي. عندي هنايا هاد لي شو، هذا كاين اللي كيقول ليه كرط الكور، حنا كاين اللي كيقول لي لي شو واحد الطريقه ديال الكلام ديالهم. ها هاد لي شو هذا جاني بشكل جاني عجيب وغريب. هادشي علاش نحاول انني نحيد ليه القلب ديالو، لان انا عارف واش شي حاجه مضروبه من القلب تنتخنع. هانتوما هذا راه لي شو، وهذا يا اختي القرعه الحمراء، وهذا القرعه الخضراء، وهذا القرعه ديك الصغيره ديك الخضراء، وهذا الخيزو، وهذا فلفله فلفله حتى فلفله تداري. وما كسكسو معروف بالخضار، سبع خضار هي الكسكس هذا فيه شحال من فيه، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ديال الخضار. هو شتي تسمى كسكسو بسبع خضار حيت فيه سبعه ديال الخضار. خلاني ينقص اليوم، خلاني يوم على يوم، خلاني ينقص اليوم، خلاني
حيد هاد الروينه هادي. صافي دابا صافي خوتي، دابا ندير المقلي، ندير شويه بلاصه الكركم بلاصه الزعفران حتى غدا نشري، غندير ندير شويه اختي ديال صافي غادي بغيتي نجمع اختي هاد الروينه او معاه هانتوما. صافي دابا شنو غندير دابا؟ دابا غندير الماء، ندير الماء باش نلوح الخضرة. ندير القياس ديالي صافي شوية صافي. دابا غنبدا نلوح اللوح الخيز الزول الاول. هانتوما خيز الزول مغسول ومنقي وكلش، غندير اللوح الخيز الزول الاول، غنلوح فوق منو فلفلة وقرعة، غنلوح ليشو ليشو فوق منها القرعة، فوق منها الفلفلة نخليها صاينة بحال صافي. وغادي نشد صافي، انا شقايا بزاف انا ما تخموش ليا. صافي دابا غنصفي ديك البلبوله معايا، نصفي البلبولة يا حبيبي. هاد البلبولة هادي نخويها هنا، البلبولة غنخويها هنا ونخليها نخليها بلا تتنشف ليا، تسقط ليا بالماء بحال هكا، حيت انا بحال غسلتها درت فيها الماء بزاف. هاهي البلبولة شتو صافي. دابا عندي شوية السمن هنا، غادي نزيد ونزيد شوية السمن باش تطلع لي النكهة ديال الكسكس. ناخذ شويه ديال الزيت، غادي ندير هاد البلبوله هنا، غنخوي شويه ديال الزيت بحال هكا
ونحرك نحرك البلبولة ديالنا في الزيت نحركها ونخليوها تنشف ونخليو شويه طابينا شويه الخضرة هذه الطرف ندير الطيب احبابي واحباباتي وصحباتي شوفوا شوفوا هذا دابا غنمشي نهز داك شو سميتو خاصني جوج باش نهز سميتو شو سميتو سميتو هذه البلبوله ها هي البلبوله شوفوها ها هي شو نقلبها هنايا فوق ندير عليها السمن ونعاود نردها الطايب ولكن ما نطيبهاش كامله لان نطيبها شويه باش لان ولادي فيهم الجوع خصني نحط لها هنا نتوما شوفوا ها هي كتبان لكم ها نزيد شوية الملحة باش متجينيش مصوصة تهد البلبولة ديرلها الملحة ديرلها شوية ديال الملحة صافي ولا لا غادي مرمطوها غادي نعاود الكوش الثانيه نعاود عاوتاني نحطها ونردها طيب وصافي وبقوا معايا تشوفوا التقديم خوتي ها انا وجدت هذه ما عندي ديك القصريه ولكن حسن نحط في هذه صغيره على قبل وليداتي وداك الشيء باش كل اللي كيعيط لي الصباح كنقطع المهم ها هو هاد البلبوله ها هي طابت نديروها دابا هنا الله بسم الله يا الله يا الله يا ولادة يا ولادي تيحماو على الكسكسو قبيله ذوقتهم بالبلبوله وعجباتهم والبلبوله صحيه انتم اخوتي حيت فورتو هنايا بغيت ندير غير خليت شويه هنايا غدا ندير سايكوك نشري اللبن غدا ندير سايكوك في الغدا ودابا ندير لهم كسكسو حيت مساكن ما كلاوش فيهم الجوع وداك الشيء قلت ندير لهم كسكسو في هذا الليل هذا يلا جينا للسفاري اختي قويه خمرت الدار وجبت كلشي صافي احبابي دابا شنو غندير غادي نحط ديك الطنجره ونطفي عليها ونبدا يا اختي صافي اها نبدا يا اختي نستف دابا ها هي كما كتشوفوا ها ما بغيتش عندك يطيح لي التليفون
امي انا بدا نحط درب الخضار وداك الشيء وبقى معايا تشوفوا القصريه وانا صورها لكم في الواجهه حطها لكم في الواجهه. المشكله ما درتش ما جبتش فين ندير البلول صافي غنهزو غير هكا بسم الله في السكينه ندير شويه البلول في دابا غادي نبدا نحط في الخضار هاد الكعالي اللي ولا نحطو هكا بسم الله. اول مره كندير كسكسو بلا لحم ولكن تيجي زوين اختي اللحم شبعتو منه واقيلا على ما كنظن غنحط لي الشو ها هو تما صايبتو هذا لي الشو او ماي جاد تا هو كيحمق عليها ولا لا او يا اختي 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 ما نقولش ليكم او ماي جاد ما عرفتش شنو ناقصو هاد الكسكسو غير الزعفران واللحم وشويه الحمص ويجي هائل جدا صافي صافي خوتي نزيدو شويه د اللون صافي صافي خوتي هذا هو الكسكس ديالي ها هو كما كتشوفوا انا صايبت كسكسو انا وراسي راسي يا راسي صافي انا صايبت كسكسو غادي ندي دابا وجدت المعالق خاص وحده على قبل ريان اللي دي مسكين تناخذ مليح. المهم خوتي هذا هو الكسكسو ديالنا كنتمنى يعجبكم. هذا غادي نغطيه باش غدا ندير فيه البلول. المهم بقاو معايا اليوم غندير لكم لايف وغندير لكم فيديو وكلشي. اليوم انا سهرانه غنشرب الدوغ ونسهر. بقاو معايا ما تنساوش لي لايك. ناري اختي انا ما دايرش مكياج ما نحبش راسي وانا ما مجداش ليكم وداك الشيء. هانتوما خوتي هادي هي القصريه ديال الكسكسو ديالي صغيره وزوينه وكلشي. انا غنصورها يا اختي غنصورها عاد غادي نديها ياكلها وليداتي. ما تنساوش لي لايكاتكم والابوني وجيم وشكرا.